عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. معانا برج ايه؟ معانا برج العذراء. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج العذراء هتكون قراءه قويه، قراءه جديده وحصريه على قناتنا زي ما احنا متعودين. التاريخ ايه؟ التاريخ 15 مارس، ده تاريخ الفيديو بتاعك. التاريخ علشان مصداقيه قناتك، قراءتك عامه ومفتوحه وتنطبق على الجنسين. ركز معايا كويس جدا في الطالع واللي ينطبق عليك انزل قولهولي في الكومنتات. القراءه عامه وللجميع، خد اللي يخصك من الفيديو واللي ما يخصكش ما تاخدوش. يعني القراءه ما تنطبقش عليك كلها، تنطبق جزء معين لحياتك، وان شاء الله باذن الله الجزء اللي ينطبق عليك يكون فرج من الهم ويكون خروج من المشاكل اللي انت فيها. ركز معايا كويس جدا في القراءه وان شاء الله باذن الله ربنا يجبر بخاطرك جبر يتعجب له اهل السماء والارض ويراضيك من حيث لا تحتسب يا برج العذراء. يلا الصلاه على الحبيب، وما تنسى ما تبخلش عليا باللايك وبالتعليق الحلو. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. برج العذراء، الفترة دي فترتك انت، او فترة ان انت تثبت وجودك ان شاء الله. كمان باذن الله عندك خروج من هم، خروج من موضوع معين او من ازمة معينة او ضيقة معينة، الله اعلم. بس انت اليومين دول باذن الله هيكون عندك خروج من حاجة كبيرة فيها ظلم ليك. انت هنا مقهور، مظلوم، مغدور، الله اعلم. عندك شوية مشاكل عند جوه قلبك، هم كبير من ناحية الشريك، او جوه هم كبير من ناحية الاهل. فان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية ربك هيجبر بخاطرك جبر يتعجب لها اهل السماء والارض. بس خلي بالك من نفسك وكون حريص من الاشخاص اللي انت بتتعامل معاهم الفترة دي. الفترة اللي جاية كمان ان شاء الله باذن الله هيكون في نقلة جديدة او في سفر. انت حرفيا بتفكر في سفر او بتفكر في حاجة معينة. انت من الاشخاص اللي الحسد واخد جزء كبير جدا في حياتهم، محسودين جدا على ابسط الامور، عندك حسد شديد، عندك راحة من بعد التعب او عندك حاجة معينة. خلوا بالكم كمان الفترة دي في طرف تالت بينكم وبين الشريك، وعشان كده في مشاكل او في نفور او في امور عكسة، وفي توصيل كلام عليكم مش صح، فخدوا بالكم وكونوا حذرين الفترة دي. في حد عايز يكسركم، او في حد عايز يشمت فيكم من عيلة الام. في واحدة ست وبنتها، البنوتة دي حط عينها عليكم ودايما بتغير منكم ودايما بتأذيكم. الفترة دي انتوا عندكم حسد شديد، والحسد الشديد ده هو اللي عامل لكم وجع وعامل لكم صداع، وعندكم اكبر مشاكلكم وجع اسفل الظهر، والبعض منكم بقى عصبي ومش طايق نفسه. رغم ان عندك مفاوضة الفترة دي او شوية كركبة في امورك او في تفكيرك بمعنى اصح، بس هيكون عندك طريق خير. التفكير اللي عندك مخليك مرهق، مخليك مش قادر تصحى من النوم. الفترة دي انت حاول تهدى وتهدي اعصابك وتطلع من الطاقات السلبية اللي انت مأثرة فيك قوي. حاول بقدر المستطاع تنام شوية، حاول بقدر المستطاع تدي نفسك راحة وطبطب على نفسك او حب نفسك علشان التغيير مطلوب في حياتك. الفترة اللي جاية هيكون في كمان في طاقة ايجابية، والطاقة الايجابية دي هتكون خير. انت بس حرفيا اليومين دول في دايرة حيران، في دوامة، في كذا حاجة مضايقاك، وفي نفس الوقت عندك كذا حاجة عايز تعملها، بس كل ما تنوي بترجع لورا كذا خطوة. دايما قلقان، دايما مخنوق، دايما حيران. والفترة دي من اكتر الفترات اللي انت عندك كمية انتظار رهيبة، منتظر حاجات كتيرة جدا في حياتك، منتظر حاجة تتحقق الله اعلم. في حد مقرب ليك من اقرب الناس ليك، الحد ده بيعرف اخبارك او بيتدخل في خصوصياتك بطريقة رهيبة، بيكلم حد علشان يوصل لك، بيحاول يعرف اي حاجة عنك. كمان انتوا من الاشخاص اللي دايما عندكم عدالة في حياتها، ما بتعرفوش النفاق، ما بتعرفوش الظلم، ما بتعرفوش الخداع، دايما بيكون عندكم عدالة، بتحبوا تقولوا الحق، ما بتحبوش حد يظلم حد ابدا. وان شاء الله باذن الله ربنا هيكبر بخاطركم الفترة اللي جاية. حد زعلان منك بسبب انه كان عايزك تقف معاه وانت ما وقفتش علشان حسيت ان انت هتكذب. الفترة دي حد هيجيب لك خبر، او انت زي ما قلت لك منتظر خبر الله اعلم، بس في حد هيجيب لك حاجة جديدة في حياتك وهيفرحك الفترة اللي جاية بإذن الله.
كمان في شخص عندك ناوي ان هو يقدم لك هدية او ناوي ان هو يفرحك، فخون حريص من الشخص ده عشان الشخص ده هو ناوي يفرحك بس وراه كلام ووراه دايرة مش كويسة. في اتنين عندك دايما بيحبوا يؤذوك بأي طريقة، والاتنين دول هما اللي عاملين لك السحر اللي عندك، وعشان كده السحر هو اللي ملخبط حياتك وهو اللي ظالمك وعامل لك العراقيل اللي انت فيها دي. ايه هي العراقيل؟ العراقيل واقف حال بطريقة كبيرة ومفيش اي استكمال في علاقة عاطفية، ودايما انتوا والشريك نائر ونقير، او دايما في مشاجرات بينكم، او في خلافات على ابسط الامور، على اتفه الامور في مشاكل ما بينكم. عندكم بإذن الله الفترة اللي جاية دي ربك هيستجيب لدعاء، أو أنت في حاجة معينة مستنيها، لإما الحاجة المعينة دي رسالة، لإما الحاجة المعينة دي مكالمة، لإما الحاجة المعينة دي بشرى، الله أعلم. بس أنت عندك انتظار لحاجة والحاجة دي حلوة. اليومين دول حرفيا أنتوا دماغكم وجعاكم، مش عايزين أي مشكلة سلبية، ما عايزينش أي حاجة تأثر عليكم. البعض منكم ممكن يكون ناوي يخرج من هم، ناوي يخرج من أزمة، الله أعلم، بس عندك خروج من حاجة كبيرة في حياتك. كمان الفترة اللي جاية هيكون في نصرة، والنصرة دي هتكون خير ليك وهتكون فيها طاقات إيجابية. كان في مواجهة بينك وما بين حد، والحد اللي كان في بينك وما بينه مواجهة كسر بخاطرك، وما توقعتش في يوم من الأيام إن هو يجي عليك بالطريقة الغبية دي. في حد ناوي يجي يعتذر لك، بس في واحدة ست عمالة تزن عليه، أو في حد ممكن يكون حد عايز يرجع لك بس الست بتقول له لا ما ترجع لهاش أو ما ترجعلوش، الله أعلم. في واحدة عمالة تزن. عندكم مراقبة كمان الفترة دي من حد على السوشيال ميديا من ايميل تاني، فخدوا حذركم من النقطة دي. عندكم ممكن يكون حد بيستغلكم او حد منافق في حياتكم. الشريك دايما في استغلال، الشريك من كتر ما هو قلبه طيب دايما بيجوا عليه اهله حاطينه في دماغهم. كمان الفترة دي بإذن الله هيكون في حاجة معينة انت هتفعلها، الحاجة المعينة دي هتخليك تكتشف ناس على حقيقتها، وما كنتش هتتوقع في يوم من الأيام ان الناس دي تكون بالطريقة البشعة دي، وهتكتشف خيانة كمان الفترة اللي جاية. ممكن البعض منكم يكون عنده ارتباط، او عندك عرض جديد، او عندك اكتمال في خطوبة، اكتمال في زواج، الله أعلم، بس هيكون في فرحة طال انتظارها. كمان ممكن يكون انت ماشي في طريق سفر، ماشي في طريق جواز، ماشي في طريق صفقة، الله اعلم. البعض منكم ممكن كمان يكون ماشي في موضوع عمل جديد او موضوع مشروع جديد هينجح، انت عندك نجاح بإذن الله وعندك نقلة جديدة. خلي بالك في حد هيعرض عليك عرض، والعرض ده انت هتمسك فيه بيديك واسنانك، وهتقول ان العرض ده صفقة مستحيل ان انا اضيعه من ايدي، وهتحس قد ايه بالتغيير من بعد ما هتقبل العرض ده الفترة دي. فكون حريص اكتر ان انت ما تضيعش الفرض العرض ده منك. كمان لو انتوا عندكم مشاكل بينكم بين الشريك، بلاش تصمموا على قرار الانفصال، افهموا الاول الدنيا فيها ايه، وبلاش تظلموا الشخص التاني عشان انتوا عندكم حد بيحبكم ومتعلق بيكم قوي. عندكم شخص انتوا دايما بتحاولوا تتكلموا معاه، الحد ده علاقاته غامضه ودايما بتقولوا له غلط اللي انت بتعمله، بس هو متعدد فعلا العلاقات وبيحب العلاقات الكتير، فانتوا قررتوا او عايزين بتقولوا له بلاش اللي انت بتعمله ده، خلي بالك اللي انت بتعمله ده غلط، بلاش الطريق اللي انت ماشي فيه، بتتكلموا معاه بكذا طريقه وهو مش سامع الكلام ولا عايز يسمع الكلام بمعنى اصح، فخدوا بالكم كويس جدا. عندكم صديق او عندكم حبيب او حد مقرب ليك كنت انت عامله ان هو الدنيا كلها بالنسبة لك، الشخص ده خانك، ممكن يكون صديق او ممكن يكون شخص مش كويس هو اذاك فعلا. بس كمان من وراء اكتشاف الحقيقة اللي هتكتشفها الفترة اللي جاية، في من صداقة لعلاقة حب ابدية، او في حاجة معينة هتختلف من صداقة الحب باذن الله. بلاش التسرع وبلاش العصبية الزايدة، انتوا اللي فيكم مكفيكم، مش ناقصين ضغوط من الحياة ولا ناقصين ضغوط من حد، بس بلاش التسرع وبلاش ان انتوا تهملوا في صحتكم. عند حدك هنا لقاء بشخص سلطة في الدولة، شخص عالي، شخص ليه مقام، شخص ليه وضعه، شخص كده هتتكلم معاه، وان شاء الله بإذن الله هيكون سبب بإذن الله من بعد ربنا ان هو يجيب لك حقك من الناس اللي قتلت حقك، هيقف معاك الشخص ده وهيدعمك. انت عندك بس شوية مشاكل مع الاهل الايام دي، ممكن تكونوا ما بتكلموش بعض، او ما في مشكلة بينكم بسبب ورث، او بسبب انت عايز حاجة وهم عايزين
عايزين حاجة. دايما المشاكل بتجيلك من اهلك في مشاكلك انت شخصيا، وبتتكلم معاهم بس مش جايبين لك حقك، وعشان كده انت الفترة دي مش حابب ان انت تتكلم مع حد، حابب العزلة جدا، ومش حابب ان حتى حد يقولك عامل ايه ولا يسأل عليك، مش عايز تتكلم مع حد حرفيا. اغلب الوقت تليفونك صامت، اغلب الوقت مش عايز تتكلم، اغلب الوقت مش حابب ان انت تفتح حتى كلام مع حد. كمان انتوا دموعكم نازلة دايما دايما، دموعكم نازلة دايما، حزانة على حالكم او على وضعكم او على اللي انتوا فيه. عندكم حد كنتوا حاطينه في مكانة وفي الاخر اتخذلتوا منه، وبسبب الخذلان ده انتوا حسيتوا ان انتوا غلطتوا غلطة كبيرة جدا في حياتكم. فياريت تخلوا بالكم الفترة اللي جاية وتكونوا حريصين كويس جدا على نفسكم، وبلاش المشاكل او بلاش ان انتوا تدخلوا نفسكم في اي طاقة سلبية. ان شاء الله كمان باذن الله ربك هيكرمك من حيث لا تحتسب. ليه؟ علشان انت مهموم او متخان الفترة دي بشكل كبير جدا. فان شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في تغيرات حلوة، او هيكون في جبر خاطر ليكم باذن الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. الفترة دي من اكتر الفترات اللي هيكون عندك الحاسة السادسة عالية، او هتكون روحانياتك عالية قوي، ان انت تكتشف شخص بيخدع فيك وبيحكي جوه قلبه حقد وغل اتجاهك، فانت هتعرفه وبعد كده هتخرجه من حياتك وهتطرده بره. وزي ما قلت لكم، البعض منكم بيجهز ورق، البعض منكم ناوي على خروج من الاحباط او من المشاكل اللي هو بيمر بيها حرفيا، علشان انتوا عندكم ازمة. الازمة دي هي اللي خانقاكم، وهي اللي عامله لكم الضغوط اللي انتوا بتمروا بيها دي. جواك خوف، جواك قلق، جواك حيرة، رغم ان المستقبل باذن الله هيكون جميل بتاعك، وهيكون فيه عوض او جبر خاطر. وزي ما قلت لكم، انتوا عندكم لقاء مع حد، الحد ده بسلطة عالية هيقف معاكم، وان شاء الله باذن الله كمان هيخليكم تاخدوا حقكم باذن الله. عندكم انتصار، والانتصار ده على اهلك او على ناس من دمك ولحمك، هيخنوك، اكلوا حقك، ظلموك، فانت قررت ان انت تاخد حقك بشكل مختلف، او قررت ان انت ما تسيبش حقك تاني، علشان انت بتقول لهم انا ما عملت لكمش حاجة، انتوا عايزين سقوطي، عايزين تخدعوني، عايزين تظلموني ليه، وانا دايما اللي في دي مديهولكم او مش مستخسر فيكم حاجة. كمان لو انتوا مضغوطين او حيرانين او تعبانين ما بين قرارين، لازم تعملوا صلاة استخارة فورا، علشان خاطر الفترة دي انتوا مش اخدين راحتكم في اي حاجة، ما بالكم بقى في الحاجة اللي انتوا بتفكروا فيها. وزي ما قلت لكم، في حد ناوي يجيب لكم هدية، اوعوا تاخدوها، ارفضوها رفضا تاما، علشان الشخص ده هيكون وراه دايرة وهيكون وراه قلق، وانتوا مش عايزين، انتوا ما بيش الفترة دي مش فيش حاجة شغلة بالكم، ولا عايزين اي حاجة من حد، رغم ان انتوا عندكم انفراجات حلوة، بس في طاقة مش عايزين تدخلوها في حياتكم. انتوا من كتر ما قلبكم طيب ممكن تسامحوا، بس في شخص واحد انتوا ممكن تسامحوا الدنيا كلها، في شخص واحد قررتوا او ما قررتوش، انتوا قلتوا قرار نهائي لحد ما نموت، الشخص ده احنا مستحيل نسامحه، او مستحيل نفكر ان حتى نقف معاه في اي حاجة. ليه؟ عشان الشخص ده فعلا طلع شخص مش كويس، وطلع شخص فعلا بيخون او بيظلم، فانتوا قررتوا ان انتوا خلاص حياتكم تتبدل 180 درجة بسبب الشخص المخادع او المنافق اللي بيلعب في حياتكم ده. وزي ما قلت لكم، انتوا العين مقصرة عليكم بشكل كبير جدا، فكونوا حراسين من اي طاقة انتوا بتعملوها عندكم. ليه؟ علشان الطاقات السلبية. كمان الفترة دي في فرحة طال انتظارها عندكم. الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا دايما عايشين في دوامة، من اكتر الفترات اللي انتوا هيكون في طاقة عندكم فيها انفراجات، وفي رجوع للمنفصلين، او في لم شمل باذن الله ليكم، او في جبر خاطر من عند ربنا، علشان انتوا بقالكم مدة تعبانين او مظلومين، وقدامكم بالظبط يمكن 15 او 16 او 17 يوم، وهيبقى في عقد عندك، او في امضة عندك، او في صفقة عندك، او في حاجة جديدة هتغير
هتغير من حياتك، انت بس حيران الفترة دي في قرار، والقرار ده بإذن الله بمجرد ما هتاخده هيغير مجرى حياتك، بس كون حريص ان انت حياتك يكون فيها تحسن الفترة اللي جاية، ولازم بقدر المستطاع تطلع من اللي انت فيه واللي انت بتمر بيه، وبلاش العصبية والخلق الضيق على أبسط الأمور بينك وما بين الشريك، الشريك فيه اللي مكفيه زي ما قلت لكم، وبلاش تدخلوا في دوامة بسبب الكلام أو تنقيل الكلام. كمان انتوا مش قادرين تناموا من كتر التفكير خالص، والنوم بتاعكم مش مرتاحين فيه ولا فيه استقرار، ودايما اقول ان انتوا لو انتوا يعني مشتاقين لحد غايب عنكم الفترة اللي جاية ممكن يكون فيه كلام، بس دايما يعني بلاش تشكوا، بلا انتوا تعبانين، فبلاش التعب هو يأثر على كل كلمة طالعة من لسانكم، وبلاش تكتموا زيادة عن اللزوم علشان الكتمان عامل لكم تراكمات، والتراكمات اللي انتوا فيها في ضغوط. كمان في حد ممكن يكون برضو غايب عنكم، او حد في ضيقة في خنقة مهموم نفسيته تعبانة، الحد ده انتوا بقدر المستطاع نفسكم قد ايه تشوفوه او بتحبوه قوي وغايب عنكم، ولو انتوا شاكين في الشريك بلاش الوسواس الزايد عن اللزوم، كونوا حريصين شوية. انتوا لما بتحبوا حد بتحبوه من غير اي كلام، فالفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله هيكون في كلام بينك وما بين الشريك. الفترة كمان دي بعد يومين او ثلاث ايام حرفيا بلاش ان انتوا تضغطوا على نفسكم في اي حاجة، ممكن البعض منكم يكون عنده حب جديد كمان، وممكن يكون في مشروع جديد هتدخلوه في عمل، او هيكون في فلوس جايه لكم، الفلوس اللي جايه لكم دي ممكن تعملوا منها حاجات حلوه انتم عايزينها. بلاش تهتموا قوي بالشريك، وزنوا علاقتكم. العين مأثرة عليكم في حاجات كتيرة جدا، انتوا ما استخسرتوش حد في حاجة، يعني ما استخسرتوش نفسكم في حاجة، وقفتوا جنب ناس كتير وساعدتوا ناس كتير وما لقيتوش التقدير ولا لقيتوا الحب زي ما انتوا فاكرين. في موضوع شاغل بالكم، او في موضوع معين في بالكم عمالين تفكروا فيه، وان شاء الله بإذن الله الفترة الجاية هيكون في انفراجات من وراه. الفترة دي ممكن يكون يعني لو كونوا حريصين، حاولوا بقدر المستطاع تنظفوا بيتكم اول باول، حاولوا ان انتوا تجيبوا مية بملح وترشوها قدام الباب وصاد عتبة الباب بالاخص، وكونوا حريصين من النقطة دي. ممكن كمان يكون انتوا بتشكوا من رجليكم، وعشان كده رجليكم حاسين انه في حاجة غلط وكشفتوا اكتر من مرة، البعض منكم ممكن يكون اليومين دول هيكتشف سر خطير، ممكن تكتشفوا الست اللي عاملة لكم السحر، او تكتشفوا حد معين، انتوا في حد بيتحكم فيكم، او في حد بيحاول يسيطر عليكم بقدر المستطاع. دايما ما لاقينش التقدير ولا الحب ولا الحاجة اللي انتوا محتاجينها من الشريك، بالعكس بتلاقوا العكس خالص وانتوا مش حابين كده، فان شاء الله الفترة اللي جاية هيبقى فيه لم شمل، وهيبقى فيه امور حلوة، وكمان هيكون فيه مواجهة بينكم وبين حد عندكم اشتياق، يعني في حد مشتاق لكم، طرف تاني مشتاق لكم انتوا في حياتكم، هدوا اللعب شوية، حاولوا ان انتوا يعني تهدوا كده شوية، وبلاش الطاقات السلبية اللي انتوا بتمروا بيها علشان الضغوط اللي عندكم مكفياكم. في شوية مشاكل دول مأثرين عليكم، مخليكم كل ما بتطلعوا من مشكلة بتدخلوا في مشكلة تاني، كل ما تطلعوا من مشكلة بتدخلوا في مشكلة تاني، وطبعا ده الهم بنفسه او ده الحاجة اللي كسراكم انتوا بالاخص، فالفترة اللي جاية هتكون فترتكم انتوا اللي هتثبتوا وجودكم في حاجات كتيرة جدا، بس تخلوا بالكم من اي حد ممكن يأثر عليكم في حاجة. في عندك واحدة والست دي جابت سيرتكم في كلام انتوا مالكمش اي حق فيه، او في كلام انتوا فعلا اتظلمتوا بيه وقلتوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رب في يوم من الايام هيجيب لي حقي، وبالفعل ان شاء الله باذن الله ربنا هيجيب لكم حقكم الفترة اللي جاية، عندكم دعوة مستجابة والدعوة دي هتكون حلوة.
ما تسمعوش كلام اي حد يوصل لكم حاجة عن حد، تكونوا حريصين شوية وبلاش الكلام السلبي اللي مأثر عليكم. عندكم فرحة طال انتظارها بإذن الله. ممكن يكون في حد ناوي يحتفل الفترة دي، فما تقلقوش خالص. ولو انتوا عندكم دخول محكمة، ادخلوا برجلكم اليمين وبرجل وبقلب جامد علشان ربنا هيفرحكم. في حد عندكم عايز يبيع، عايز يشتري، عايز يعمل حاجة، في يعني عايز يبدل حاجة، عايز يشتري حاجة، عايز يبيع حاجة، الله أعلم. انتوا في عندكم تفكير في حاجة معينة. كمان انتوا هنا وشكم دبلان او وشكم تعبان من كتر اللي انتوا بتسمعوه او من كتر اللي بيوصل لكم عن الطرف التاني. في طريق هيتفتح قدامكم، الطريق ده هيكون فيه خير او هيكون فيه امور حلوة. في حد عندكم لسانه طويل، بيحب يشتم، بيحب يغلط، بيحب ان هو يقول كلام يعني ما يخص، يعني يجرحكم، بيقول كلام يزعلكم. وعشان كده انتوا قلتوا له ما تكلمناش بالاسلوب ده تاني، رغم ان انتوا بتحبوه، بس قررتوا ان انتوا مش عايزين كده، انتوا عايزين التقدير في العلاقة، فقررتوا ان انتوا لو مش هتقدرني انا مش هكمل، او انا هبعد وهفكر ان انا همشي. انتوا ماشيين بالطريقة دي. الفترة اللي جاية في مشروع هينجح بإذن الله، وفي طاقة إيجابية. كمان البعض منكم بيدرس او البعض منكم شغال على نفسه الفترة دي علشان خاطر عايز يطلع من اللي هو فيه، او عايز يكمل مشروع جديد. في حد في مجال شغلكم، الحد المجال شغلكم ده على قد ما بيحبكم بس زعلان ان انتم ناجحين، وزعلان ان انتم يعني بيغير منكم. الست الكبيرة العجوزة دي هي سبب رئيسي في مشاكل كتيرة جدا في حياتكم، او سبب رئيسي في الضغوط اللي انتوا في حياتك. انتوا الفترة دي عندكم حد مش حاسين من ناحيته بالامان، عندكم حد دايما بيلعب على كل الاطراف، وزعلانين قوي ان الشخص ده متعدد العلاقات او علاقاته نرجسية. دايما بتحذروه، دايما بتقولوا له السكه اللي انت ماشي فيها غلط دي، ممكن تندم في يوم من الايام، بس هو مش سامع الكلام ولا اي حاطط حاجه اي حاجه في دماغه. الفتره اللي جايه باذن الله انتوا هتحاولوا تتكلموا معايا مره كمان، وهتقولوا له انت حر بقى في طريقك، بس ما ترجعش بقى تندم وتقول ان انتوا محدش حذرني. الفترة اللي جاية دي هتكون فترتك انت اللي تثبت وجودك في حاجات كتيرة جدا. اتمنى لك الخير والسعادة والهنا والرزق والتفاؤل. ولو عجبتك القراءة ما تنساش طبعا تبشرني بالاخبار الحلوة وباللايك وبالتعليق الجميل.